أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي نشاط رياح بالليل على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كمان النهاردة هيكون فيه فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط، وده بالتبعية هيؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين لثلاث أمتار. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل هتكون في العلمين الجديدة 30 درجة. دلوقتي خلينا نتكلم الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ونعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. صباح الخير عليكي دكتورة منار، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير على حضرتك دكتوره منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي. دكتوره منار، اغسطس خلص بقى بحره برطوبته بكل ده، وبقالنا اسبوع اهو في سبتمبر احلى جو، والجو ابتدى يتحسن، لسه الجو دافي وفي نفس الوقت الجو بقى اقل في الرطوبه، فقول لنا بقى متوقع ايه اللي يحصل في ال 72 ساعه الجايه؟ هو طبعا متوقع من اليوم وغدا ان شاء الله مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، انخفاض في درجات الحراره، هنحس اكتر كمان بالتحسن خلال فترات الليل. احنا بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالاضافه كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده اللي هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فهيحجب جزء من اشعه الشمس، فهيحد كمان من تاثير اشعه الشمس، وبالتالي هنحس خلال فترات النهار بالاجواء الحاره الرطبه خلال فترات النهار على اغلب المناطق الشماليه، شمال البلاد مرورا بسواحلنا الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. الاجواء هتبقى اجواء شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد، رغم ان في انخفاض كمان في درجات الحراره في محافظات جنوب الصعيد بحوالي درجتين لثلاث درجات. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس ووجود نشاط رياح، هنحس بنسب رطوبة أقل، وهنحس بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية خلال فترات الليل. نشاط الرياح بيكون بعد فترات الظهيرة مع دخول ساعات المغرب وساعات الليل، سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، هيساعدنا في الإحساس بالأجواء أشبه بالأجواء الخريفية خلال فترات المساء وخلال فترات الليل، بالإضافة كمان إن احنا مع نشاط رياح هيكون في اضطراب حركة ملاحة بحرية خاصة على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج هيتجاوز 3 متر داخل عمق البحر المتوسط، مهم جدا لأن ده هيشكل خطورة على السادة المصيفين على سواحل البحر المتوسط في ارتفاع أمواج، ناخد بالنا السادة الصيادين ناخد بالنا من ارتفاع الأمواج داخل البحر. طول ما الجو بيتحسن احنا هنفضل واخدين بالنا. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا مشاهدينا نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 22، الإسكندرية 30-24، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 30-23، السلوم 30-20، بورسعيد 31-25، ودمياط 31-25، السويس 33-23، الإسماعيلية 34-22، والعريش 30-23، طابة 34-26، كاترين 32-19، شرم الشيخ 36-29، الغردقة 35-27، والفيوم 35-23. بني سويف العظمى فيها 35 والصغرى 23، أسيوط 35-23، سوهاج 37-24، قنا 37-26، أسوان 39-28، الوادي الجديد 38-25، حلايب 34-26، أما شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى 27.